وللحديث عن عمليات استهداف واغتيال الناشطين في تظاهرات العراق وغياب المحاسبة الحكومية للقوات الأمنية والميليشيات الموالية لإيران التي تقف وراء عمليات الاغتيال، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. دكتورة، ميليشيات مسلحة تغتال الناشطة النسوية في تظاهرات مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار وهي أم عباس كما تعلمين، ماذا يعني استمرار هذه الاغتيالات في العراق؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم أحيي مشاهديكم الكرام. أهلا بك. أصبح واضح للجميع منذ انطلاق التظاهرات ومنذ انطلاق ثورة تشرين المباركة في أكتوبر الماضي، وعملية استهداف الناشطين مستمرة، والقوات الحكومية تستمر وميليشياتها تستمر على نفس النهج. الاغتيالات التي تطال المتظاهرين هي عملية تصفية لكل رموز التظاهرات وكل المؤثرين في التظاهرات. الغاية من وراءها هو لأجل أن يتم إسكات جميع الأصوات التي تطالب بالحقوق، جميع الأصوات التي تبعث وتشعل الروح التظاهر وروح الانتفاض ضد هذه الحكومة. هذه جميعها مرفوضة من قبل الحكومة وميليشياتها، ولذلك فإن عملية استهداف الناشطين فهي مستمرة وتصفيتهم مستمرة. نعم. دكتورة فاطمة، هذه كما تعلمين ليست جريمة الاغتيال الأولى، ليس فقط في الناصرية وحدها بل في عموم محافظات العراق. عدم تقديم الجناة للمحاسبة، إلى أي مدى يؤكد تورط الحكومة بعمليات الاغتيال الجارية؟ نعم، بالتأكيد، يعني عدم يعني محاسبة المجرمين ومرتكبي هذه الانتهاكات، وخاصة وأنهم أصبحوا معروفون الآن لدى الجميع. الحكومة العراقية منذ البداية كانت تحاول التغطية على هؤلاء المجرمين، ولاحظنا كيف أنها كانت تطلق عليهم الطرف الثالث وفي محاولة منها للتنصل من المسؤولية، وتدعي أنها لا تعرف من هؤلاء المجرمون. نعم. ومن أين يأتي لهم بالسلاح وغيرها، مع العلم أن هذه الجرائم تحدث أمام أنظار القوات الحكومية، ولا يوجد أي تدخل مباشر من قبل القوات الحكومية من أجل حماية المحتجين، حماية المتظاهرين، حماية المعتصمين، حتى لو كانوا من العناصر النسوية التي هي أولى بالحماية باعتبارها من الفئات الضعيفة في المجتمع، مما يؤكد أن الحكومة العراقية ضالعة ومتورطة في ما يفعله هؤلاء المجرمون، والتغطية وتسهيل ما يقوم به هؤلاء المجرمون. نعم. دكتورة، لنقف عند تفصيل آخر في حادثة الاغتيال، هذه حادثة اغتيال أم عباس. إذا كانت الحكومة أعلنت حظر التجوال في البلاد بسبب فيروس كورونا، كيف لهذه الميليشيات أن تقتحم منزل الناشطة بهذه السهولة وتطلق النار عليها وعلى أبنائها أيضاً؟ هؤلاء الميليشيات هم فوق الحكومة وفوق الأوامر الحكومية، ولا ينصاعون لما تصدره الحكومة بين قوسين من أوامر. وهذا يعني ليست هي المرة الأولى، في أيام الاحتلال الأولى وعندما كان يتم فرض حظر التجوال، كانت فقط القوات الحكومية والميليشيات التي تتجول في الشوارع وتقوم بعمليات الاغتيال منذ سنوات عديدة، وهو نفس النهج. على العكس من ذلك، حظر التجوال يؤكد أن ليس هناك من لديه القدرة على القيام بمثل هذه الأفعال الإجرامية إلا من يمتلكون السطوة والسلطة التي هي أعلى من الدولة. نعم. دكتورة فاطمة، بالحديث عن الحراك النسوي في التظاهرات، ما الخطر الذي كانت تشكله الناشطة أم عباس ونشاطات غيرها استشهدنا بذات الطريقة؟ بالتأكيد، يعني الآن أصبحت السلطة في العراق وميليشياتها تعي جيدا دور والتأثير الفاعل للمرأة في المرأة العراقية في التظاهرات، خاصة وأن هذه المرأة عندما تحضر كمثال الشهيدة أم عباس، كانت تحضر مع أولادها،
مع عائلتها. نعم يعني تأثير المرأة أضعاف تأثير حتى ما يقوم به الرجال، خاصة وأننا نعرف جيدا أن المرأة عنصر فاعل في تشجيع الرجال وفي حثهم على مواصلة والاستمرار في المطالبة بحقوقهم في هذه الثورة المباركة. إضافة نعم إلى ذلك، عندما يصل الوضع إلى حد الظلم يقع حتى على النساء، وبهذه الطريقة التي لا يستطيعن أن يسكتن عليه، هذا معناه أن الظلم تجاوز الحدود ووصل حتى إلى الفئات الضعيفة في المجتمع. نعم نعم. دكتورة فاطمة، باعتقادك التزام الناشطين والمتظاهرين بسلمية التظاهرات، كيف يمكن أن يفشل محاولات السلطة لإيقاعهم بفخ التوجه نحو العنف؟ نعم بالتأكيد، يعني نحن نعرف جيدا أن الحكومة وميليشياتها منذ البداية كانت تحاول الاحتكاك بالمتظاهرين السلميين من أجل أن تجرهم إلى فخ العنف، من أجل أن تستخدمه ذريعة الرد عليهم بعنف أعلى. نعم ولاحظنا يعني نماذج كثيرة يعني قبل هذا. الحكومة تسعى بكل جهدها من أجل أن تضفي صفة الإرهاب وصفة العنف على المتظاهرين، من أجل أن تمارس بحقهم أشد وأعلى من هذا العنف الذي تمارسه الآن ضدهم. بل على العكس، استمرار المتظاهرين في السلمية أولا يجلب انتباه العالم على أنهم مطالبون بالحقوق وليسوا دعاة للعنف ودعاة للحروب نعم ودعاة للقتل وإراقة الدماء، هذه أولا. ثانيا، أنهم يعني المطالبة بالحقوق لها عدة وسائل، والوسائل السلمية في بعض الحالات أنجع وأقوى، وتستطيع من خلالها يستطيع المحتجون أو المتظاهرون أن يصلوا ويستحصلوا حقوقهم بهذه الطريقة. نعم نعم. طيب دكتورة، يعني في سؤالي الأخير، وسط انشغال العالم اليوم كما تشاهدين وتتابعين، العالم منشغل بجائحة كورونا، تبرز الآن المخاوف من استغلال السلطات بالعراق هذا الوباء لقمع الثورة. ما دوركم كمراكز حقوقية من أجل كشف حقيقة ما يجري اليوم في العراق؟ نعم، يعني المراكز الحقوقية المعنية بما يحدث في العراق من احتجاجات وتظاهرات، نحن من خلال التوثيق الذي نقوم به يعني نوصل للعالم حقيقة ما يجري في العراق من استهداف حكومي مباشر واستهداف ميليشياوي مباشر للمتظاهرين. في الوقت الذي كما تفضلت منشغل العالم بجائحة كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين نعم من خلال توفير كافة المستلزمات الضرورية والصحية في هذه المرحلة الحرجة، الحكومة العراقية على العكس من ذلك تحاول بكل جهدها أن تستغل هذا الضرب من أجل أن تقضي على التظاهرات من خلال كبح التظاهرات والقضاء عليها بحجة أن هناك تجمعات وتريد تجديد هذه التجمعات وغيرها نعم وغيرها من الأساليب، وحتى من خلال استهداف واغتيال الناشطين. إذا دور المراكز الحقوقية الآن مهم في هذه المرحلة من أجل يعني إثبات ما يحدث في العراق وجرائم نعم حكومية متكررة ضد الشعب العراقي. نعم. الدكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا عبر سكايب من لندن، شكرا جزيلا لك.